في الاول خليني طبعا يعني اقول مبروك للنادي الاهلي، مبروك للوصول للمباراه او لنصف النهائي في الكاس، ببارك للعيبه، ببارك للجهاز الفني. واحنا كمان امبارح طبعا الفوز على فريق ابو قير. خلينا نتكلم ان كمان فريق ابو قير بقياده الكابتن احمد الكاس قدم مباراه جيده جدا على المستوى الفني. خلينا نتكلم ان كمان ابو قير اللي يعرفه من خلال حتى الممتاز به كان بينافس الصعود للممتاز لحد الأسابيع الأخيرة في منطقة بحري طبعا، وأدى كمان موسم أكتر من رائع. خلينا نتكلم إن المباراة يعني كانت في وقت صعب، يعني الوقت أنتوا عارفين، وكنا دايما بنتكلم هنا في البيت الكبير موسيماني هيتعامل إزاي مع المباراة، هيشرك اللعيبة الدولية مش هيشرك، هتبقى بروفا مش هتبقى بروفا. أعتقد كان في غيابات كتيرة جدا جدا جدا، يمكن الوحيد اللي على المستوى الدولي اللي لعب محمد الشناوي، لكن كان في غيابات، والغيابات دي اتعوضت كمان بمراكز أول. شفنا العربي، شفنا أحمد كوكا في نص الملعب من الولاد الصغيرين المؤثرين جدا، وأنتوا عارفين المباراة كانت الى حد كبير عصبيه شويه، يعني النادي الاهلي ما قدمش المنتظر بشكل كبير، لكن مباراه الكاس يا جماعه احنا عارفين مباريات الكؤوس في كل العالم بس مش في مصر بس دايما بتكون فيها مفاجات، ودايما الفرق اللي بنقول عليها ما بين قوسين الفرق الصغيره بتحقق يمكن مفاجات كبيره على جميع المستويات، لو شفنا حتى على جميع المستويات في المانيا في انجلترا في فرنسا. فخلينا نقول ان مبروك للنادي الاهلي الصعود للمباراه قبل النهائي في كاس مصر، وخلاص قفلنا الملف المحلي.